لدي نتارة الفضة، لاحظ اللون الشفاف، اللون الشفاف لنتارة الفضة، أضع فيها سلك من النحاس داخل نتارات الفضة وأتركها لمدة معينة. بعد حوالي دقيقتين انظروا يترسب الفضة على سلك النحاس، لاحظوا هنا الفضة على النحاس. كذلك عينة أخرى، هذه الآن هنا لاحظوا كيف بدأت تترسب الفضة على النحاس. هذه العينة مدة العملية أو تجربة أجريناها منذ حوالي ساعة، وهذه لمدة كذلك لديها حوالي ساعة ونصف. لاحظوا كيف تترسب الفضة. أما هذه فهي لدينا هذه عندها أكثر من 12 ساعة، لاحظوا كيف بدأ اللون يظهر، اللون الأزرق. بعد مدة طويلة يبدأ اللون الشفاف يتغير إلى اللون الأزرق، ونلاحظ ترسب معدن الفضة على سلك النحاس كما نلاحظ هنا، الفضة مترسبة. عندما نضع سلك من النحاس في نتارة الفضة لمدة طويلة فإنه يتغير اللون من اللون الشفاف إلى اللون الأزرق. اللون الأزرق يدل على وجود شوارد النحاس، أي تحول شوارد الفضة إلى ذرات وتحول ذرات النحاس إلى شوارد، وبالتالي تعطينا اللون الأزرق الذي نلاحظه في الكأس. عندما نترك سلك من النحاس في محلول نترات الفضة نلاحظ مباشرة بداية بدء ترسب معدن الفضة على سلك النحاس كما هو موضح في هذه الأنابيب التي أمامنا. وإذا تركناه لمدة طويلة فيزداد الترسب كما تشاهدون هنا، ويبدأ كذلك اللون في التغير من الشفاف إلى الأزرق حتى يصبح كما هو في الكأس هنا كما نلاحظ. إذن هذه الآن نعطي صورة لتغير اللون، لاحظ تدرج في الألوان ومعدن الفضة المترس الذي يترسب.